في احصائيات يعني ظهرت في في كذا يعني كليه من الدراسات الاجتماعيه في كذا جامعه، احصائيات الدراسات الاجتماعيه، تربيه زمان وارتباطهم باهلهم اقوى من الان الارتباط بالاهل الان. مثل ما قال ابو حذيفه ارتباطهم الان صار بناس خياليين، بناس موجودين ولكن في عالم اخر، ممكن ما يعرف عنهم شكلا، ما يعرف عنهم شيء، لكنهم يعرفون عن حياتي. صح. بينما ابوي اللي بينه وبينه جدار ما يعرف شيء. ليش؟ لاني انا اخترت هذولاك عن اهلي. هذه هي المشكله اللي انا قاعد اقول للغريب محمد. اني انا اعرف احد الاشخاص يقول انا ما استطيع اني اواجه ابوي وجها لوجه، مستحيل. اذا بغيت حاجه او بغيت شيء ارسل له رساله واتساب. الان يوسف فهمني 100%، يقول ما اقدر. ليش؟ يقول خلاص تاقلمت من الحياه، تعودت اني انا ما اقابل وجه لوجه. يقول لو قابلته وجه لوجه، اول شيء احتمال اني اخاف، يفشلني، اخاف يكسر خاطري، اخاف اني ما يقبل. لكن لما يكون التواصل واتساب يرد علي يا إيه يا لا، وأرتاح نفسيا. يقول التخصيص وهذا خطأ، هذا خطأ صحيح، معاك 100%. فقط التواصل الشرعي. ليش تتوقع السبب؟ ليش صار هو يحب يتكلم وراء الجوال؟ أتكلم السبب العميق الداخل النفسي، هذا هروب، هروب من مواجهة. صح. حبة حبة لما تسأل هذا الشخص مستقبلا في الجامعة تقول لي أو تقول له تفضل القي برزنتيشن قدام 70 طالب ولا 100 طالب، او مثلا قدم رساله الماجستير وبيناقشونك الدكاتره وبيسالونك عن الرساله وهو الى اخره، يلا تفضل.